اوكي، فكمان الهيكل العظمي والجهاز العضلي، يعني كمل الهيكل الخارجي خلينا نقول مالت جسم الانسان. هسه صار عندنا انسان كامل خارجيا، نريد نشوف الاعضاء الداخليه مالته او الاجهزه الداخليه مالت جسم الانسان. فبهاي المحاضره مالتنا راح نتناول اول جهاز من أجهزة الجسم الداخلية. فأول جهاز هو عندنا النيرفوس سيستم. ما شاء الله الإنترنت شقد سريع، اللي بحث لي هسه ديفور يريد نسجل. أول جهاز من أجهزة الجسم اللي راح ناخذه هو العفو النيرفوس. نعم تفضل تفضل. ست الصوت، يعني نفس المشكلة. اجل شوية ترفعين الصوت. ارفع الصوت. ها يمكن من يمك والله ماما. ست والله على ويندوز موبايل على الحيل. دكتور الصوت من يمك، من يمك حبيبي، من يمك، اي من يمك، صوت قطع من طبيعي. يمك، يعني لا لا ما من بيجي صوت، يمك. صوت. اوكي، فمن يمك هذا ماما الصوت حبيبي. زين تسلمي. عيني. فاول جهاز من اجهزة الجسم الداخلية مثل ما قلنا انه احنا اخذنا الهيكل العظمي واخذنا الهيكل العضلي، فرح ناخذ الاجهزه، تشريح الاجهزه الداخليه لجسم الانسان. اول جهاز راح ناخذه هو الجهاز العصبي، the nervous system، الجهاز العصبي. بالعربي حتى معلومه لكم للسريع، الجهاز العصبي هو جهاز يكون دقيق جدا بالتكوين والعمل مالته، وهو أكثر أجهزة الجسم تعقيد وتطوير، وربما يكون أهمها، أهم أجهزة الجسم. ليش يكون أهم أجهزة الجسم؟ لأن هو اللي ينظم الفعاليات الحيوية المختلفة لأجهزة الجسم الأخرى ويوفق بيناتها. أيضا أكو أحد أجزاء الجهاز العصبي اللي هو الدماغ، تتمركز أدنى خصائص مالت الوعي والتفكير والذاكرة، القابلية على النطق، كذلك الإرادة للقيام بالأعمال الهادفة. كل هاي الشغلات اللي عددتين هاي تساهم بتكوين الشخصية للفرد، يعني تكون البيرسوناليتي مالت الشخص، تكون شخصيته للفرد. زين، فمن خلال الكلام مالتي دا تفهمون شنو أهمية الجهاز العصبي. من دا أقول الجهاز العصبي تقريبا أهم جهاز من أجهزة الجسم. أوكي عيوني، فهسه نريد نعرف شنو هو الجهاز العصبي، من شنو يتكون. The nervous system consists of units called neurons. الجهاز العصبي يتكون من وحدات نطلق عليها العصبونات. العصبونات، زين العصبونات من شنو تتكون؟ إذا تتذكرون من أخذنا ست من تفرعات اللي هي المحور والشجيرات. المحور والشجيرات الدندرايتس. زين، بواقع الحال يعني بالحقيقة انه الجهاز العصبي هو عبارة عن جهازين عصبيان منفصلين عن بعضهم البعض من ناحية التكوين والتطور الجنيني. انتبهوا علي، الجهاز العصبي بالحقيقة هما جهازين عصبية منفصلة من ناحية التكوين والتطور الجنيني، ويختلفون تشريحيا ووظيفيا، ولكن يرتبطون ارتباط تشريحي جزئي وارتباط وظيفي تنظيمي. اوكي، ببعض المستويات. فهسه قلنا انه هم منفصلين عن بعضهم البعض من ناحية التكوين والتطور الجنيني، ويختلفون تشريحيا ووظيفيا،
ولكن يرتبطون ارتباط تشريحي جزئي أو ارتباط وظيفي تنظيمي في بعض المستويات. فخلينا نشوف شنو هو هاي الأجهزة العصبية أو الجهاز العصبي اللي متعارف عليه شلون ينقسم. ده سمعوني شباب؟ ده سمعوني ماما؟ نعم دكتورة جاينسون. هاي نسمع. تمام، لأنه دا أشوف فد إشارة بالنت، فتوقعت إنه ليكون ما دا سمعوني. أوكي عيني؟ زين. فالجهاز العصبي راح نقسمه إلى أقسام رئيسية وأقسام فرعية. فيقسم إلى قسمين رئيسية اللي هو سوماتيك نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي الجسمي، والتو اوتونوميك نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي الذاتي او المستقل او التلقائي يترجم. فاول جزء اللي هو السوماتيك نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي الجسمي، يقسم ايضا بدوره الى قسمين، السنترال نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي المركزي، والبريفيرال نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي المحيطي. اما الجهاز العصبي التلقائي او المستقل الاوتونوميك نيرفوس سيستم، يقسم ايضا الى قسمين، السمباثيك نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي التعاطفي، والباراسمباثيك نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي نظير التعاطفي. في بعض الحالات سمباثيك يترجموه الودي، زين، فالسمباثيك نيرفوس سيستم الجهاز العصبي التعاطفي او الودي، والباراسمباثيك نيرفوس سيستم الجهاز العصبي نظير التعاطفي او نظير الودي. شباب ملاحظه لكم خلوها ببالكم، انه احنا هسه اللي راح ناخذ بالجهاز العصبي الاهم من المهم. لانه لو نريد نحكي على الجهاز العصبي بحد ذاته، ترى من الصبح لليل ما نغطي للجهاز العصبي. حطوا ببالكم شوفوا شنو من أهمية اللي جماعة الطبية يدرسوا تشريح مالته بالجنرال بالتشريح العام، ويدرسوا كدرس مستقل بحد ذاته يصيحوا له لنيورو أناتومي، تشريح الجهاز العصبي. فتخيلوا شنو من دقة وشنو من تعقيد بهذا الجهاز اللي يدرس منفصل عن بقية الأجهزة. أوكي يعني، فرح ناخذ الشيء كلش مهم اللي يفيد دراستكم. فأول جزء راح نشرح عنه هو السوماتيك نيرفوس سيستم، اللي الجهاز العصبي الجسمي اللي قلنا يتكون من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي. فراح ناخذ الجهاز العصبي المركزي اللي هو سنترال نيرفوس سيستم. سنترال نيرفوس سيستم consist of brain and spinal cord. الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي، أو يطلق عليه النخاع الشوكي في بعض الحالات. The brain and spinal cord covered by three membranes called meninges. الدماغ والحبل الشوكي يغلفون بثلاثة أغشية نطلق عليها المننجيز، اللي هي السحايا. السحايا هاي السحايا شنو اسمائها؟ من الخارج راح نعدد، يعني من القريب على القحف مات الجمجمه، من يم العظام للداخل. اول واحد هو الديورا ماتر، الديورا ماتر، الام الجافيه او القاسيه، الام الجافيه او القاسيه. ثاني غشاء هو الاركنويد ماتر، الاركنويد ماتر، الأم العنكبوتية، الأم العنكبوتية. الثالث هو البيا ماتر، الأم الحنون، الأم الحنون، هذا اللي يكون ملاصق للمادة الرخوة مالت الدماغ أو للخلايا العصبية. The brain consists of، الدماغ يقسم إلى ثلاثة أقسام. أول قسم بيها هو السيربرام، المخ، سيربرام المخ. الجزء الثاني هو السيربلام المخيخ. الجزء الثالث
هو البرين ستيم، جذع الدماغ. أول جزء من أجزاء الدماغ اللي هو قلنا المخ، السيربرام، consist of two half ball، يتكون من نصفي كرة، each one called cerebral hemisphere، كل واحد من هاي نصفي الكرة يطلقون عليه نصف كرة المخ. نصف كرة المخ وين يقع هاي نصف كرة المخ؟ طبعا هي نصفين، واحد يمنى واحد يسرى، أين يقعون؟ located in the anterior and middle cranial fossa، يقعون في الحفرة القحفية الأمامية والوسطى. ها من هم نصفي كرة المخ. نصفي كرة المخ هذني كل وحدة من أدهن تتكون من 4 فصوص. ف each cerebral hemisphere consists of 4 lobes. كل واحد من هاي نصفي الكرة يتكون لي من 4 فصوص. أسماءها هاي الفصوص ما أخذتها من قربها للعظام مالت الجمجمة. يعني يا عظم القريبة عليه، أخذ الفص الاسم من اسم العظم. فأول فص هو الفرونتال لوب. الفرونتال لوب نقول عليه الفص الجبهي. الفص الجبهي. الفص الثاني هو البرايتال لوب. برايتال لوب، الفص الجداري. الفص الثالث هو التمبورال لوب، الفص الصدغي. الفص الرابع هو الاوكسيبتال لوب، الفص القفوي. الفص القفوي. هاي هي الاربع فصوص اللي تكون لي كل نصف كرة من الجزئي الدماغ، المخ، العفو، المخ. السيربرام كونسيست اوف تو لايرز، المخ يتكون من طبقتين. حتى اذكركم بالعربي، بالاحياء بصف الثالث متوسط انتو اخذتوا جسم الانسان ووصلتوا الى الجهاز العصبي وقالوا لكم على العموم انه الدماغ يتكون من طبقتين. زين، هاي الطبقتين سموها الماده السنجابيه والماده البيضاء، اذا تتذكرون بالاحياء مال ثالث متوسط. فهسه احنا هنا بدنا نشرح الدماغ. فالجزء الاول اللي هو المخ يتكون من طبقتين. اول طبقه هي الطبقه الخارجيه، السيربرال كورتكس، نسميها قشره المخ. قشره المخ هاي تكون هي الجراي ماتر، الماده السنجابيه، وهي الاوتر لاير، وهي الطبقه الخارجيه. زين، فالطبقة الخارجية للمخ هي المادة السنجابية الجراي ماتر، نصيح لها أو نطلق عليها سيربرال كورتكس، قشرة المخ. زين، ليش لونها سنجابي؟ ليش هاي يكون لونها مائل للرمادي؟ Because it is consist of nerve cell، لأن هاي الطبقة تحويلي على أجسام الخلايا العصبية. consist of nerve cell، ولذلك هي تكون لونها الجراي ماتر. اما الطبقه الثانيه اللي هي الداخليه، الوايت ماتر، الماده البيضاء، الماده البيضاء هاي تكون الانر لاير، الطبقه الداخليه هاي. ليش تكون بيضاء؟ because it is contain nerve fibers and ganglion. هاي الطبقة شباب، المادة البيضاء، تكون هي الطبقة الداخلية وتتكون لي من الألياف العصبية والعقيدات العصبية. الألياف العصبية والعقيدات العصبية. شنو هي هاي العقيدات العصبية اللي تكون متواجدة بالمادة البيضاء؟ أول عقدة عصبية هي البيزل جانجليون. البيزل جانجليون العقدة القاعدية. هاي العقدة القاعدية شباب شنو وظيفتها؟ تسيطر على تنظيم
الحركات المختلفة للجسم، تسيطر على تنظيم الحركات المختلفة للجسم. أما العقدة الثانية نقول عليها الثلاماس، تسمى بالثلاماس المهاد. وظيفة المهاد يستلم الحزم العصبية الناقلة للإحساسات من مختلف أنحاء الجسم ويدركها. الثلاماس اللي هو المهاد يستلم الحزم العصبية اللي تنقل الإحساسات من مختلف أنحاء الجسم ويدركها. العقدة الثالثة هي الهايبوثالاماس، هايبوثالاماس تحت المهاد. تحت المهاد هي منطقة تجمع خلوي عقدي يقع أسفل المهاد بقليل، ولذلك يسموه بالهايبوثالاماس، تحت المهاد. أوكي عيني؟ زين. الوظيفة مال تحت المهاد يقوم بوظائف حيوية متعددة، من ضمنها إنه يفرز هرمونات متعددة. من ضمن هاي الهرمونات هو هرمون ينظم لي كمية الماء بالجسم. بعد وظيفة أخرى لها، ينظم درجة حرارة الجسم لأن يحوي على المراكز مال تنظيم الحرارة. ينظم لي الشهية مال الطعام. والشغلة الأخرى ينظم فعالية المراكز العصبية المختلفة بالجهاز العصبي الذاتي بالأوتونوميك نيرفس سيستم، وخاصة يا مراكز التعجيل القلبي، يعني اللي تسوي لنا مثلا سرعة أو شغلات اللي تكون سريعة بالقلب، هاي هنا المراكز تكون موجودة بالهايبوثالاماس بتحت المهاد. هاي أول جزء من أجزاء الدماغ اللي هو السيربرام المخ. الجزء الثاني من أجزاء الدماغ هو السيربلام المخيخ. من اسمه مخيخ، سيربلام يعني مصغر للمخ، ما معناته يشبه المخ ولكن بحجم أصغر. فأيضا consist of two half ball، يتكون من نصفي كرة. أيضا كل وحدة من هاي نصفي الكرة نطلق عليها السيربرال هيمسفير، نصف كرة المخيخ. one in each side، هاي نصفي الكرة مات المخيخ، كل وحدة تكون بجانب من جانبي الجمجمة، وحدة باليمنى وحدة باليسرى. وين تقع؟ located in posterior cranial fossa، تقع بالحفرة القحفية الخلفية. هاي نصف كرتي المخايخ بالحفرة القحفية الخلفية يقع. أيضا يتكون من two parts، consist of two parts اللي هي الـ gray matter والـ white matter. الـ gray matter أيضا مثل المخ تكون الـ outer layer، هي الطبقة الخارجية، ويطلقون عليها الـ cerebral cortex، قشرة المخيخ. قشرة المخيخ يطلقون عليها. أما الـ white matter المادة البيضاء هي الـ inner layer مثل المخ، أيضا هي الطبقة الداخلية. بقى الجزء الأخير من الدماغ اللي هو الـ brain stem، جذع الدماغ. جذع الدماغ الـ brain stem. جذع الدماغ شباب يتكون من ثلاثة أجزاء. أول جزء هو الميدي برين، الدماغ الأوسط، الميدي برين الدماغ الأوسط. الجزء الثاني من الجذع الدماغي هو البونز، البونز القنطرة الدماغية، أو مرات يترجموه بالجسر الدماغي. القنطرة يعني جاية من هاي القنطرة اللي توصل جانب بالجانب الآخر، زين؟ ولذلك في بعض الحالات يترجم إلى جسر، فيترجم بالقنطرة الدماغية. الجزء الثالث من الجذع الدماغي هو المدلة أوبلانجاتا، مدلة أوبلانجاتا النخاع المستطيل. هذا النخاع المستطيل الامتداد مالته هو الحبل الشوكي.
فهسه تشوفون بهاي الصورة اللي أمامكم شباب، هاي نصف الدماغ، هاي في حالة إذا إجانا الميد ساجيتال بلين، المستوي المنصف للجسم اللي أخذناه بالمحاضرة الأولى المستويات التشريحية. فالميد ساجيتال بلين إذا إجا واخترق لي الدماغ من المنتصف راح يقسم لي اياه الى نصفين متساويه ومتشابهه، فهاي نصف من انصاف الدماغ تشوفون هذا الجزء اللي بالاعلى اللي لونه الوردي وسخ، خلينا نقول هو المخ السيربرام، وعندكم هذا البنفسجي هو السيربلام المخيخ، وهذا جذع الدماغ، هذا تشوفوا الماوس وين كلها تأشر للأسفل، جذع الدماغ اللي هو عندنا البرين ستيم اللي يتكون من الثلاث أجزاء، هذا الجزء الأول اللي هو الميد برين، الدماغ الأوسط، الميد برين الدماغ الأوسط، وهاي البونز اللي قلنا عليها القنطرة الدماغية، والمادولا اوبلانجاتا النخاع المستطيل، وهاي الامتداد مال المادولا اوبلانجاتا هو السباينال كورد يتصل بي. زين، فهذا اول جزء من اجزاء السنترال نيرفس سيستم اللي هو الدماغ، اول جزء من الجهاز العصبي المركزي. اذا ماكو اي سؤال حتى اكمل، إذا ماكو أي سؤال شباب كملي أكمل. دكتورة، واضح. تمام. الجزء الثاني من الجهاز العصبي المركزي هو السباينال كورد، الحبل الشوكي. الحبل الشوكي شباب located inside the vertebral canal، يقع الحبل الشوكي بالقناة الفقارية and consist of segments called spinal segments the same numbers of vertebras cervical thoracic lumbar sacral and coccyx vertebra. الحبل الشوكي شباب او النخاع الشوكي يقع بالقناة الفقارية ويتكون من قطع، هاي القطع تسمى الاوصال الشوكية، يعني الحبل الشوكي من عدة قطع تسمى الاوصال الشوكية، عدد هاي الأوصال الشوكية يتوافق ويا عدد الفقرات مالت المناطق اللي يمر بيها، يعني مو يمر بالفقرات العنقية والصدرية ثم القطنية والعجزية والعصعصية، فعدد هاي الأوصال يوافق عدد المناطق مالت الفقرات اللي يمر بيها. السباينال كورد اللي قلنا يتكون من القطع او الاوصال الشوكيه give 31 pairs of spinal nerves، ينطيني 31 زوج من الاعصاب الشوكيه، عدد هاي الاعصاب الشوكيه هي 8 cervical 8 ازواج عنقيه، 12 thoracic 12 زوج صدريه، و 5 lumbar and sacral وخمس ازواج قطنيه وعجزيه، وعندنا زوج واحد من الاعصاب العصعصيه الشوكيه 1 coccyx spinal nerve. انتبهوا شباب هاي الملاحظه، each spinal segment يعني كل وحده من الاوصال الشوكيه، كل وحده من هاي القطع اللي يتكون من عندها الحبل الشوكي give pair of spinal nerves right and left، كل وحدة من هاي الأوصال الشوكية تنطيني زوج من الأعصاب الشوكية يمنى ويسرى، بالجهة اليمنى وبالجهة اليسرى. أوكي هاني زين. الحبل الشوكي ايضا حال الجزء الاول من الجهاز العصبي المركزي
قلنا يغلف بالثلاث أغشية اللي سميناها المننجيز السحايا، وأيضا يتكون من طبقتين اللي هي الوايت ماتر والجراي ماتر، المادة البيضاء والمادة السنجابية. ولكن انتبهوا شباب، هنا موقع المادة البيضاء والمادة السنجابية يختلف عن موقعه بالمخ والمخيخ، أوكي؟ وهو جزء من الجهاز العصبي المركزي. شوفوا عظمة الخالق، إنه الوايت ماتر بالسباينال كورد تكون it is the outer layer، المادة البيضاء تكون هي الطبقة الخارجية بالحبل الشوكي، بينما الجراي ماتر المادة السنجابية تكون هي الانر لاير، الطبقة الداخلية. وهاي شوفوا هسه هاي الصورة اللي أمامكم شباب، في حالة إذا ناخذ مقطع عرضي بالسباينال كورد، مقطع عرضي بالحبل الشوكي، راح تشوفوا المادة البيضاء والمادة السنجابية. شوفوا شكل المادة السنجابية صايرة كأنه حرف الـ H، كأنه حرف H. يقع بوسطها قناة مات الحبل الشوكي نسميها السنترال كانال، القناة المركزية، قناة المركزية. هاي الصورة شباب اللي أمامكم هي مترجمة بالعربي، وعدي هاي الصورة هي نفسها بالإنجليزي، أوكي يعني؟ هاي الصورة بالإنجليزي وهاي الصورة بالعربي. فتشوفون إنه المادة السنجابية صاير شكلها بشكل حرف الـ H، وبداخلها قناة هي القناة المركزية، زين؟ وقلنا كل وحدة من هاي الأوصال العصبية الـ spinal segments تنطينا زوج من الأعصاب الشوكية بالجهة اليمنى أو بالجهة اليسرى. هاي الأعصاب الشوكية، شوفون الماوس شلون تتحرك مال الجهة اليمنى وهاي للجهة اليسرى. أيضا شوفوا على الصورة، الحبل الشوكي consist of four horns، يتكون الحبل الشوكي من أربعة قرون. هاي الأربعة قرون two anterior horns، قرنين أمامية. هاي القرنين الأمامية تتضمن أو تحتوي الموتور نيرف سيل، تحويلي الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة، موتور نيرف سيل. أما القرنين الخلفية two posterior horn contain sensory nerve cell، القرنين الخلفية تحويلي الخلايا العصبية المسؤولة عن الإحساس، sensory nerve cell، الخلايا العصبية الحسية. لو تشوفون هاي الصورة اللي أمامكم هي نفسها، تباعون إنه الاسباينال كورد منقسم إلى نصفين، divided into two parts، يقسم إلى قسمين، وبواسطتيش منقسم إلى قسمين، عندنا two fissure، شقين. أول واحد نطلق عليه الانتيريور ميديان فيشر، انتيريور ميديان فيشر هو الشق الأمامي الأوسط، الشق الأمامي الأوسط. أما الشق الثاني هو البوستيريور ميديان فيشر أو سالكس، في بعض الحالات يطلقون عليه سالكس، الثلمة. ليش الثلمة؟ لأنه يكون شوية مثل الحفرة بي، زين؟ فيطلقون عليه بوستيريور ميديان سالكس، الشق أو الثلمة الخلفية الوسطى، الثلمة أو الشق الأوسط الخلفي، زين عيني؟ هاي بالنسبة للتقسيمات مالت السباينال كورد، الحبل الشوكي اللي يقسم إلى نصفين two parts بواسطة الانتيريور ميديان فيشر، الشق الأمامي الأوسط، والبوستيريور ميديان سالكس أو فيشر، الشق الأوسط الخلفي أو الثلمة الوسطى الخلفية، السالكس يعني ثلمة. عندكم هاي الصورة هي
وهاي الصورة اللي هي بالإنجليزي. شباب نازلت لكم المحاضرة بالباوربوينت وبالبي دي اف بالكلاس مترجمة، حاطتها دكتورة كمان مترجمة شفناها، عاشت مترجمة. ايدك والله رحمة الله والديك، ما كلش شاء واضحة. الله زين، هذين اللي قاريها انتم عاشت ايدكم اللي انتبهتوا عليها، كرسي. وهسه ان شاء الله ينزل لكم التسجيل ايضا. اوكي اني فلهنا يا شباب خلصنا السباينال كورد اللي هو الجزء الاول من السوماتيك نيرفوس سيستم، السنترال نيرفوس سيستم خلصناه، البرين والسباينال كورد. الجزء الثاني من السوماتيك نيرفوس سيستم هو البريفرال نيرفوس سيستم. بريفرال نيرفوس سيستم الجهاز العصبي المحيطي. زينني الجهاز العصبي المحيطي يتكون من نوعيتين من الاعصاب، الكرانيال نيرفز الاعصاب القحفيه، والسباينال نيرف الاعصاب الشوكيه. شباب الاعصاب القحفيه هي عندنا 12 عصب قحفي، هاي مثل ما تشوفوها امامكم من السلسله ومسويت لكم اياها اني بجدول اسم العصب والنوع مالته والوظيفه حتى لسهوله تلقي المعلومه وحفظها. تنحفظ مثل اسامينا شباب هاي الاعصاب. اوكي اني وهاي مو اني مسلسلتهن، يعني من واحد ل 12 مو اني بمزاجي قال لانه رقم واحد هو الاولفاكتوري ورقم العشره هو الفيغاس، هاي لا، هذا تصنيف عالمي شباب. اوكي يعني فكل طبيب يعرف انه هذا العصب شنو اسمه وشنو الوظيفه مالته والمن يغذي. بس اول عصب من الاعصاب القحفيه هو الاولفاكتوري، العصب الشمي، العصب الشمي النوع مالته يكون سنسري، يعني منين جاييني التغذيه العصبيه مالته؟ من القرنين الحبل الشوكي. الوظيفه مالته السميل، الشم. العصب الثاني هو الاوبتيك نيرف، العصب البصري، ايضا يكون سنسري حسي. الوظيفه مالته هي الفيجن، البصر، وظيفته البصر. العصب الثالث هو الاوكولوموتر، اوكولوموتر نيرف، العصب المحرك للعين، العصب المحرك لكرة العين يعني. التايب مالته موتور، من اسمه اوكولوموتر يعني حركي، يحرك مقلة العين. الوظيفة مالته هي movement of the external muscles of the eyeball، يحرك لي عضلات كرة العين الخارجية، هذن الستة اللي أخذناهن بالمحاضرة السابقة، ما عدا except superior oblique and lateral rectus muscle، ما عدا العضلة العينية المائلة العليا والعضلة العينية المستقيمة الوحشية، هذن العضلتين هو ما مسؤول عن حركتهم. العصب الرابع التروكلر نيرف، التروكلر نيرف العصب البكري. العصب البكري يكون موتور، محرك ايضا حركي، المن يحرك؟ يحرك للسوبيريور اوبليك مصل، يحرك عضلة العين المائلة العلوية، عضلة العين المائلة العلوية. العصب الخامس هو الترايجيمينال نيرف، العصب الثلاثي نقول عليه العصب الثلاثي. هذا العصب الثلاثي يكون ميكست، مختلط، يعني عنده فروع مسؤولة عن الحركة وفروع مسؤولة إحساس. فاللي الوظيفة مالت الفروع الحسية السنسري المن مسؤولة عن الإحساس بمنطقة الفم، بالفم، بالشفاه، باللبس، والتيث، والقام، مسؤولة عن الإحساس مال الشفة والأسنان واللثة. أوكي ماما. وأيضا مسؤولة عن الإحساس بالوجه، بالفيس، والأنتيريور أوف هاف أوف سكالب،
بالجزء الأمامي لفروة الرأس. أما موتور حركي لمن؟ للمسلز اوف ماستيكيشن، حركي للعضلات المضغية. العصب السادس هو الأبدوسنت، العصب السادس هو الأبدوسنت، العصب المفرق. هذا يكون موتور، المن موتور حركي لللاترال ريكتاس ماسل، للعضلة المستقيمة العينية الوحشية، محرك إلها. العصب السابع هو الفيشيال نيرف، العصب الوجهي، يكون ميكست، مختلط، أيضا عنده فروع حركية. هاي الفروع الحركية مسؤولة عن حركة المسلز اوف اكسبريشن اوف ذا فيس، مسؤول عن حركة العضلات التعبيرية بالوجه. السنسوري مالته مسؤول عن حاسة الذوق، التاست اوف انتيرير تو باست ثري اوف ذا تانج، مسؤول عن حاسة الذوق بالثلثين الأمامية للسان. العصب الثامن الأودوري، السمعي، يكون حسي ومسؤول عن حاسة السمع اللي هي كوليبرم، مسؤول عن حاسة السمع والتوازن مال الجسم. العصب التاسع هو جلوسوفارنجيال، جلوسوفارنجيال العصب اللسان بلعومي. هذا يكون مختلط. الفروع الحركية مالته مسؤولة عن حركة المسلز اوف فارنكس، حركة العضلات مالت البلعوم، يعني مسؤول عن عملية البلع. أما السنسوري الإحساس، البوستيريور 1 باست 3 اوف ذا تانج، مسؤول عن حاسة الذوق بالثلث الخلفي للسان. العصب العاشر هو الفيغاس نيرف، العصب التائه او العصب الحائر. سميناه بالعصب التائه او العصب الحائر لانه يتفرع الى جميع الاجزاء مالت الجسم، ومسيرته يعني ما تنتهي لكل الاجزاء مالت الجسم. زين، ينتهي بالامعاء ويكون تائه بيها. زين، ولذلك يسموه العصب الحائر في بعض الحالات. يكون ميكست، مختلط. الجزء الحركي مالته الموتور مسؤول عن حركة المسلز اوف فارنكس، لارنكس اند الابر بارت اوف اسوفيجاس، مسؤول عن حركة عضلات البلعوم الفارنكس واللارنكس الحنجرة والجزء الأعلى من المريء، الابر بارت اوف اسوفيجاس، الجزء الاعلى من المريء. اما سنسوري المن يكون للتراكيا واللانج، مسؤول عن الاحساس بالقصبه الهوائيه والرئتين. العصب ال 11 رقم 11 الاكسسوري نيرف، اكسسوري نيرف العصب اللاحق او الاضافي، يصيحوا له عصب اللاحق او الاضافي. هذا يكون موتور حركي، المن يحرك لي العضلات اللي اخذنا اسمائهم بالمحاضرتين مال الاسبوعين الماضيه، اللي هي الستيرنوكليدوماستويد، العضله القصيه الترقويه الحلميه، والعضله الترابيزيوس ماسل، مسؤول عن حركه العضله المربعه المنحرفه. فهذا العصب اللاحق هو مسؤول عن حركة هاي العضلتين، القصية الترقوية الحلمية والمربعة المنحرفة. أما العصب الأخير اللي هو رقم ال 12 هو الهايبوغلوسال، هايبوغلوسال العصب التحت اللساني. العصب التحت اللساني يكون موتور محرك، مسؤول عن شنو؟ حركة عضلة اللسان، مسؤول عن muscles of the tongue movement، حركة عضلات اللسان. اوكي عيني. السباينال نيرفز اللي قبل شوية من قلت انه كل قطعة
أو كل وصلة من الأوصال الشوكية تنطيني زوج من الأعصاب، سميناها الأعصاب الشوكية. عددهن ايش قد كان؟ السباينال نيرف اللي هي هاي الجزء الثاني من البريفرال نيرفس سيستم، الجزء الثاني من الجهاز العصبي المحيطي، هي الأعصاب الشوكية. عددهن 31 زوج من الأعصاب الشوكية. هاي 31 زوج، 8 من عدها نقول عليها السيرفيكال نيرفز، 8 بيرز، 8 أزواج من الأعصاب الشوكية العنقية، 8 أزواج من الأعصاب الشوكية العنقية. سبلاي ذا أبر لم، تغذي لي منطقة الأطراف العليا. أما عندي ال 12 بيرز، 12 زوج، هاي نطلق عليها الثوراسيك نيرفز، 12 زوج من الأعصاب الشوكية الصدرية. Supply the thoracic and the upper part of the abdomen، تغذي لي منطقة القفص الصدري والجزء الأعلى من البطن. عندي 5 أزواج قطنية، 5 pairs of lumbar nerve، 5 أزواج من الأعصاب الشوكية القطنية. Supply the lower part of the abdomen and part of the lower limb، تغذي لي الجزء الأسفل من البطن وجزء من الطرف السفلي. هاي 5 أزواج من الأعصاب الشوكية القطنية. الخمس أزواج، الفايف بيرز اوف ساكرال نيرز، 5 أزواج من الأعصاب الشوكية العجزية. supply the lower limb and the muscles of the pelvis، تغذي لي الأعصاب الشوكية العجزية، الطرف السفلي والعضلات مع منطقة الحوض. بقى عندي زوج واحد للواحد وثلاثين زوج من الأعصاب الشوكية، هو الكوكسيجيال نيرف، العصب الشوكي العصعصي. هذا زوج واحد يلحق بالأعصاب الشوكية العجزية، يعني شنو؟ يعني يغذيني نفس المناطق، يلحق بالأعصاب العجزية الشوكية. زين أني عندي فد مصطلح بالسباينال نيرفز، بالأعصاب الشوكية اللي هي الجزء الثاني من الجهاز العصبي المحيطي. النيرف بلكسس، الضفائر العصبية أو الشبكات العصبية، نيرف بلكسس. شنو معنى نيرف بلكسس، الضفيرة العصبية؟ هي تجمع مجموعة من الأعصاب. هاي الضفائر أو التجمع من مجموعة من الأعصاب، عندي 3 ضفائر. أول وحدة من عندها السيرفيكال بلكسس، الضفيرة العنقية، الضفيرة العصبية العنقية. منين إجتني؟ تجمع أي أعصاب؟ إذا تتذكرون قبل قليل إيش قلت؟ قلت عندنا 8 أزواج، 8 pairs of cervical spinal nerve، عندي 8 أزواج من الأعصاب الشوكية العنقية. أول 4 أزواج اللي بالأعلى من الأعصاب الشوكية العنقية هي هاي اللي تكون لي الضفيرة العصبية العنقية، السيرفيكال بلكسس. هاي الضفيرة العصبية العنقية تنطيني give branch of nerve، تنطيني فرع عصبي نطلق عليه thoracic nerve، العصب الحجابي، يغذي لي منطقة الحجاب الحاجز. هذا المطلوب من عندكم الفيرنك نيرف، اوكي؟ فقط فرع واحد اني ناطيتكم. اما الضفيرة العصبية الثانية اللي هي البريكيال بلكسس، الضفيرة العصبية العضدية، الضفيرة العصبية العضدية، هاي من تكونت الفور بيرز اوف lower cervical spinal nerves،
اللي 4 أزواج من الأعصاب الشوكية العنقية اللي بالأسفل، هي هاي تكون لي الظفيرة العصبية العضدية. تنطيني 4 فروع، give branch 4 branches اللي هاي أنا ناطتكم إياها. أول واحد الأكزيلاري نيرف، العصب الإبطي. الفرع الثاني هو الراديال نيرف، العصب الكعبري. الفرع الثالث هو الألنر نيرف، العصب الزندي. العصب الرابع هو العصب المتوسط، الميديان نيرف. الميديان نيرف، فهسه الاكزيلاري الابطي والراديا الكعبري والالنار الزندي والميديان المتوسط. بقت عندنا الظفيره العصبيه الثالثه هي اللامبو ساكرال بلكسس. لامبو ساكرال بلكسس الظفيره العصبيه القطنيه العجزيه. القطنيه العجزيه هاي الظفيرة من تتكون؟ تتكون من 5 أزواج مالت الأعصاب الشوكية القطنية وال5 أزواج مالت الأعصاب القطنية العجزية. اللمبر اد ساكرال سباينال نير. تنطيني فروع. الفروع المطلوبة من عندكم هي الفيمورال، العصب الفخذي. العصب الفخذي. اما العصب الثاني هو الابتوريتر نيرف. ابتوريتر نيرف العصب السدادي. العصب الثالث هو السياتيك نيرف، العصب الوركي. العصب الوركي. فشباب هاي المحاضره مالتكم انتهت الى هنا، شكرا جزيلا. طبعا دا تشوفون انتم لان اخذتوا من وقت المحاضره بماده دكتوره استاذ كاظم يعتذر الحاسبه. لان اخذ من الوقت، قال لي وصيها فشباب قل لها آسف. اوكي تمام. فاني لان عندي محاضره ثانيه هسه مباشره وراكم، الشعبه الاولى مباشره عندي ب 12:30 وهسه بلش الوقت مالهم. فشكرا جزيلا على الاصغاء مالتكم، واذا عندكم اي سؤال ماما ان شاء الله بالمحاضره القادمه حضروا، لانه حتى لا اتاخر على زملائكم واسألوني بالمحاضرة القادمة حتى أنزل لكم رابط الحضور. زين عيني أنزل لكم رابط الحضور تسجلون حضور، والله وياكم. دكتورة أتمنى تنزلينا بالشات. هو بالشات بس راح أنزل لكم إياه بالشات. ما عشت إيدك.